مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 أبريل 2021، والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبرتوب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات كرة القدم التي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، حيث تقام اليوم البطولات التالية: دوري أبطال أوروبا والدوري التركي وكأس فرنسا والدوري المصري ودوري نجوم قطر. أولا مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام اليوم مباراتين بذهاب دور ربع النهائي دور الثمانية، وهي كالتالي: المباراة الأولى مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت السعودية، و11 مساء بتوقيت الإمارات، و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم بتعليق حفيظ دراجي. وتذاع المباراة أيضا عبر القنوات التالية: قناة بي تي سبورت 3 اتش دي، وقناة كوزموت سبورت 2 اتش دي، وقناة ار ام سي سبورت 2، وقناة بين سبورت كونكت، وقناة لوك سبورت اتش دي. المباراة الثانية: ريال مدريد ضد ليفربول، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت السعودية، و11 مساء بتوقيت الامارات، و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق عصام الشوالي. وتذاع المباراة ايضا عبر القنوات التالية: قناة بي تي سبورت 2 اتش دي، وقناة كوزموت سبورت 1 اتش دي، وقناة ديجي سبورت 1 اتش دي الرومانية، وقناة بين سبورت اتش دي 1 انجلش، وقناة ار ام سي سبورت 1، وقناة بين سبورت كونكت، وقناة سوبر سبورت بريمير ليج. ويقام اللقاء على ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل الفريق ريال مدريد بأسبانيا. ثانيا مباريات الدوري التركي الممتاز، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 33، وهي كالتالي: المباراة الأولى جوزيتبا وريزا سبور، تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، و4 عصرا بتوقيت السعودية، و5 مساء بتوقيت الإمارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 التركية. المباراة الثانية: فتح قرى جمرك وهطاي سبور، تقام بنفس التوقيت 3 عصرا بتوقيت مصر، و4 عصرا بتوقيت السعودية، و5 مساء بتوقيت الإمارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 التركية. المباراة الثالثة: ترابزون سبور وقيصر سبور، تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات، و5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 التركية، وقناة لوك سبورت اتش دي 2، وقناة سبورت تي في 2 البرتغالية. ثالثا مباريات كأس فرنسا، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بدور 16، وهي كالتالي: موناكو ضد ميدز، تقام في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مصر، و8:45 بتوقيت السعودية، و9:45 بتوقيت الإمارات، و6:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2، وقناة يورو سبورت 2 الفرنسية، وقناة بين سبورت كونكت. مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 18، وهي كالتالي: المباراة الأولى غزل المحلة وسموحة، تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، و4 عصرا بتوقيت السعودية، و5 مساء بتوقيت الإمارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. ويقام اللقاء على ملعب غزل المحلة. المباراة الثانية: أسوان وأنبي، تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، و6 مساء بتوقيت السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات، و4 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. مباريات دوري نجوم قطر، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 21، وهي كالتالي: المباراة الأولى قطر والأهلي، تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، و4 عصرا بتوقيت قطر والسعودية، و5 مساء بتوقيت الإمارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الكأس الرياضية الأولى، وقناة بين سبورت اتش دي المفتوحة، وقناة بين سبورت كونكت. المباراة الثانية: السد والريان، تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، و8:30 مساء بتوقيت قطر والسعودية، و9:30 مساء بتوقيت الإمارات، و6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الكأس الرياضية الأولى.
وقناة بين سبورت اتش دي المفتوحة وقناة بين سبورت كونكت. المباراة الثالثة الخور والدحيل تقام بنفس التوقيت، 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت قطر والسعودية، 9:30 مساء بتوقيت الإمارات، 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 4 وقناة الكأس الرياضية الثانية بتعليق باسم الزير على بي ان. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.